كل سنة وانتم طيبين. النهارده آخر يوم في صيام الرسل، وبكرة عيد الرسل. بكرة الافطار مش النهارده. الافطار بكرة. النهارده في إنجيل هذا الصباح المبارك بيبتدي بيقول: وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين. ده إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح العاشر من أول آية نمرة واحد. قبلها الإصحاح التاسع بآخره السيد المسيح كلمنا عن كم دعوة دعا بها الناس قبل الكلام ده مباشرة. أعطانا ثلاث أمثلة بس، الناس دعاهم وما قدروش إنهم يتبعوا المسيح، ما قدرش يرسلهم زي السبعين اللي أرسلهم اثنين اثنين وكلمهم كل الأنجيل اللي سمعناه. الأولاني هو اللي راح للمسيح وقال له: أتبعك حينما تمضي. زي الشاب الغني لما قال له: أعمل إيه يا رب عشان أرث الحياة الأبدية؟ راح لغاية عنده بيسأله، كان عنده نية. وأول ما ربنا قال له: تبيع كل مالك وتحمل الصليب وتتبعني، عمل إيه؟ مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. طيب العينة الأولى النهاردة هو اللي راح وقال للمسيح: أنا أروح وياك بأي مكان تروحه. ربنا عارف قلبه، قال له إيه؟ قال له: للثعالب أو جرع، ولطيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ربنا ما كانش عنده مكان، ربنا يسوع المسيح تعرفين مكان كان يقول كده، ينام في الجبل شوية، ينام هنا. أصل اليهود كان عندهم فكرة إن المسيح هيبقى ملك أرضي، إن المسيح هيجي يخلصهم من الاستعمار الروماني، إن المسيح هيخلصهم جسديا، ونسوا الموضوع الروح. حتى أم يوحنا وأم يعقوب راحت في يوم للمسيح وقالت له: نفسي ولادي واحد يقعد على يمينك وواحد يقعد على إيه؟ يسارك. هي كان تفكيرها أرضي، وربنا حوله لتفكير سماوي وكلمها عن اليمين واليسار في السماء. لكن هي كانت رايحة مفكرة إن هو هيبقى في يوم من ملك أرضي، ده يوم أحد الشعانين لما استعملوا المسيح كملك إيه؟ أرضي. فراح المسيح عارف إن ده جاي وفي دماغه حاجة تانية، مش هيتبع المسيح عشان هو عايز يتبعه، علشان هو إيه؟ بيحبه. دي العينة الأولى مننا كلنا، اللي هم عايزين يمشي ورا المسيح عشان يستفيدوا من مركز، من شهرة، من أمور مادية، من مكاسب زمنية. ودول اللي هم ما بيستطيعوش إن هم يتبعوا المسيح وبيحرموا من النعمة، وما بيكونش لهم ملكوت نصيب في ملكوت السماء. دي العينة الأولى. العينة الثانية المسيح هو اللي قال له اتبعني، قال له: اتبعك بس بشرع. يا سيد اذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. قال له ربنا، قال له: دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. دول الناس اللي بيشغلهم الجسد الميت، دول الناس اللي بيشغلهم أمور هذه الأرض الميتة اللي إلى حين وتزول. هي الناس اللي بتبقى مهتمة بالجسد وسيبة الأرواح، عايزة تخلص الجسد وأرواحها غير مخلصة، وتتعطل خدمتهم وتتشل حركتهم ناحية ملكوت السماوات. ده نوع تاني. يبقى النوع الأولاني اللي عايزة تمشي ورا المسيح عشان غرض، والنوع التاني اللي عايزة تمشي ورا المسيح لكن قلبها بعيد مهتمية بالجسد والأرض. النوع الثالث قال له: يا سيد، هو اللي قال له: أتبعك ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. أتبعك بس بشرط، أروح أودع اللي في بيتي.
قال له ايه ما فيه؟ قال له ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. دول اللي عايزين يتبعوا المسيح لكن قلبهم وعواطفهم رجع الوراء، ما عندهمش حراره ولا روح ولا فاعليه. عايزين يتبعوا المسيح لكن كل تفكيرهم في امبارح وفورا. دول اللي عايزين يتبعوا المسيح بجسدهم وليس بقلبهم. كل العينات دي كانت بتطلب ان هي تتبع المسيح لكن لاغراض اخرى تؤدي بها انها ترس ملكوت السماوات. كانوا بيفضلوا فينا للناس اكثر من الله. وربنا بيقول ايه؟ يطاع، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. مفيش، ربنا هو اللي يطاع. لما يكون مين؟ لا جسد ميت ولا سلطان ولا مركز ولا جسد ولا قرايب ولا عيلة ولا من أحب أبا أو أما أو أخا أو رفقا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. عشان كده يا أحبائي الثلاثة دول كان عندهم عوائق ما قدروش يتبعوا المسيح. عشان كده يجي في الإنجيل بيقول وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وابتدى يرسلهم. وقال لهم كلام كتير سمعناه في إنجيل هذا الصباح. الدرس الأولاني اللي نتعلمه من الرسل اللي احنا هنعيد بعيدهم به عيد الرسل، إن احنا يا أحبائي سفراء للمسيح على الأرض. احنا ريحة المسيح، احنا رسالته الحية المقروءة من جميع الناس. خلي دايما المسيح اللي فيك، المسيح مش معاك، ده المسيح فيك زي ما قال آباء الكنيسة. تكون سبب سلام لكل مكان تروح فيه، لكل بيت تدخله، زي كابن المسيح زي ما قال لهم، قال للتلاميذ تدخلوا البيت وقولوا سلام، واللي يرد سلامكم يبقى اوكي، واللي ما يردش السلام انفضوا حتى الغبار اللي يلتصق بحذائه. عشان كده يا احبائي نحن دعاء سلام، نحن سفراء للمسيح على الارض، احنا ريحة المسيح، احنا رسالة حية مقروءة من جميع الناس. علشان كده لازم نكون سبب سلام لكل بيت، لكل مكان ندخل فيه كأولاد المسيح، وسلامه يشعر فينا في أي مكان نروح فيه. دي الحاجة الأولانية اللي قالها المسيح للتلاميذ واللي لازم احنا نتعلمها كأولاد للمسيح. الحاجة الثانية قال لهم لا تشيلوا كده كنز ولا كنوز ولا صمدر ولا أي حاجة ولا مزود ولا أي حاجة. ليه؟ عايز ايه المسيح مننا؟ عايز ان هو يكون الكنز بتاعنا. يا ما ناس، يا ما ناس دورت على كنوز ثانية على الأرض والسكينة سرقتهم والحياة سرقتهم، زي ما جه الصور يا جبي والوحيد اللي المسيح اعطانا فيه هذا المثل وقال فيه كلمه يا جبي. كان الراجل الغني قال له يا جبي اليوم تؤخذ نفسك وهذه من اعددتها. مين مننا؟ كلنا اللي قاعدين دول عارف انت تؤخذ نفسه. طب يقفوا جنبينا وحلوين ويسافر. وبعدين ربنا ساعات كده عجيب، ربنا معانا يدينا دروس، يدينا دروس في الحياة عشان يورينا ان كل ده باطل، الاباطيل كل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يبقى عايزاه وكامل صحته ويختفوا، يبقى ناس مش بيشكوا ويمرضوا امراض خطيرة وفي لحظة يبقوا قاعدين جنبنا ونجري وراهم في المستشفيات او ينتقلوا او. فما دي دروس ربنا بيدينا وهنتحاسب عليها. ربنا هيحاسبنا على الدروس دي. الحاجات دي مش ماشي، تشوفوا ما فيش حاجة في المسيحية بالصدفة. حتى الإنجيل بتاع النهاردة لما هي عين السبعين قبلها في الإصحاح اللي قبله أعطانا عينات ثلاثة الناس دعاهم وكان عين يرسلهم لكن ما نفعش زي ما شفنا في أول الكلام. علشان كده حبيبي كنزك هو المسيح، لا الكيس ولا المزود
ولا متكل على ذراع بشر ولا سند لطريق الحياة سوى المسيح. اوعى تدور على حد تاني، صدقني مش هتتاق، صدقني ما هتتاق بدوني. هو الآن بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء، فقررها على طول. لأن الناس هنا كده مجهولة، مجهولة أبدا، مجهولة، تشغل بكل حاجة. ده ما بقول دايما، لكن ما تتشغلش عن خلاص نفسك. خلاص نفسك، كنزك هو المسيح، هو سندك، هو مزودك، وهو متكلك، وهو كل حاجة في حياتنا. والحاجة الأخيرة، إيه اللي بيشغلك؟ في شيء من أمور العالم يقدر يفرح قلبك زي المسيح؟ تلاميذ نفسهم السبعين اللي عينهم راحوا عملوا معجزات، أخرجوا شياطين وشافوا مرضى وأقاموا مرضى، وراجعين فرحانين للمسيح ويقولوا له إيه الحاجة إحنا عملنا وعملنا وفرحانين. قال لهم لا، أنتوا عارفين تفرحوا إمتى أو تفرحوا ليه؟ علشان أسماءكم كتبت في السماء. هو ده اللي نفرحه. اسأل نفسك، خليك أمين مع نفسك، مش لأن إحنا مش أمنا مع نفسنا. اسأل نفسك كويس، اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا هو كان مكتوب يوم المعمودية كل شوية الملاك يشكر وربنا يحط بعدها لما توب، وبعدين يشكر وبعدين ربنا يحط لما توب. طب لما اجي انا اسيب هذا العالم هموت وهو مشطوب ولا هو مقطوط؟ ده السؤال. مصدر فرحنا الحقيقي وسعادتنا نسأل نفسنا، اسمي مكتوب ولا مش مكتوب؟ اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا مش مكتوب؟ عشان كده يا احبائي، علشان بالظبط تشوف اسمك مكتوب، دايما تتذكر المعمودية بتاعتك، دايما تتذكر المسيح اللي مات من اجلك، دايما تتذكر الدم اللي سفكه عشانك. باستمرار لما تبقى انت في ذكرى 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 تفوق لنفسك وتمشي حياة التوبة، ويبقى كنزك هو المسيح، وتبقى مصدر سلام ومحبة وسعادة كل مكان تروح الكل، وتبقى إنجيل مقروء من جميع الناس، يروا الناس أعمالهم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وفي آية ثانية يقول بسببكم يجدد على الاسم الحسن. يا ساتر يا رب، يا ساتر، لأن إحنا سعاد بسببنا يلعنوا المسيح، صوروا يجددوا على المسيح، وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل. فشوف لو كان انت بتسعى ان اسمك مكتوب في سفر الحياة هيمجده أباكم الذي في السماوات. لو انت نايم ومش حاسس وناسي معموديتك وناسي الدم المسفوك من اجلك وناسي الشهداء والقديسين والرسل اللي سبقوا دماءهم وناسي جسده ودمه على المسبح في كل غداه وناسي كلمته المكتوبه وكلمته المتحوله على المسبح وناسي سر التجسد الالهي وناسي تاريخ كنيستك وناسي كل ده، ده القرب مش مسيح. انتوا عارفين يوم السبت اللي فات لما كنا معا البطرة بتاع أثيوبيا، كان في رئيس أساقفة الكنيسة الروسية وقال لي بالحرف الواحد أنا ولم أستاذ، قال لي من ميزة الكنيسة القبطية أنها كنيسة حية، كنيسة مقروعة، كنيسة فعالة. الوقت اللي الكنيسة التانية ابتدت تنام كنت أقول له تعالى شوف بقى حية ولا مش حية، حية على الورق ولا كده في المنظر والقلوب هي ميتة. يا أحبائي نحن أولاد كنيسة شهداء، كنيسة دماء، مش بالسهل وصلنا هنا دلوقتي، صدقوني ما بالسهل. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الآخرين اللي بيسموهم العابرين اللي بيدخلوا الإيمان بيتعذبوا وفرحانين، واحنا دي صغيرة أولاد المسيح اللي واخدين المعمودية اللي عايشين في حضنه اللي بنيجي قداس كل يوم حد. أنا ساعات أقول أنا هبطل واعظ، صدقوني، وإيه اللي هعملها؟ اللي مفيش تقدم روحي. إحنا أولاد الكنيسة ما بنستحملش،
وهم بيعذبوا في امن الدوله وبيتضربوا وبيتشتموا وبيتجرحوا و و و وتقول احنا فرحانين، ويقولوا احنا فرحانين. بتشوفوا كل ده حبايبي اذا كانت رساله السبعين رسول وعيد الرسل ما يعديش كده. عيد الرسل عشان ناخد منه درس ان احنا اولاد كنيسه الرسل، كنيسه رسوليه، كنيسه شهداء من دم المسيح ودم الرسل والشهداء والتلاميذ. كل التلاميذ استشهدوا على يوحنا الحبيب، وكل الرسل استشهدوا، كل الرسل وكل اباء الكنيسه في القرون الاولى استشهدوا. واللي ما استشهدش منه تعذب عذابات اليمه وسميناهم المعترفين، اللي هم خدوا عذابات قبل الاستشهاد لكن ما ماتوش بالدم. كل ده اولاد، احنا اولاد. هل انت بتفكر في كل ده ولا بتفكر في ايه بالظبط؟ عايز اعرف بنفكر في ايه. اوعى الحياه تاخدنا وننسى جنسنا الحقيقي وننسى ان اسمنا لابد ولادي يكون مكتوب في سفر الحياه، ولإلهنا كل مجد الى الابد امين.